الاول عايز اطمن معاك على بعثتنا، هما سافروا خلاص ولا إيه، ولا لسه في ناس منتظر هنا؟ البعثه يمكن هتسافر على 3 افواج. الفوج الاول سافر يوم 18 بقياده مدير البعثه الاستاذ عماد رمضان وبصحبته 2 من اعضاء اللجنه اللي هم هيعملوا معانا بعض الصور برضو لو نعرضها استاذ بولك، وهم مغادرين علشان يعدوا لاستقبال البعثة. الفوج الثاني سافر النهاردة الصبح 11 للتلت على الخطوط المصرية. البعثة كان 54 لاعب كانت بتشمل او بتضم الاجهزة الفنية والاجهزة الادارية والاجهزة الطبية والمعدين النفسيين الخاصة بالفريق بالاضافة لبعض الاداريين، ودول سافروا الحمد لله النهاردة ووصلوا بسلامة الله لفرنسا. البعثة الاخير هتسافر او الفوج الاخير هيسافر يوم 26 الاثنين القادم. ده مدربين واداريين وكده، لكن اللعيبه كلهم سافروا؟ لا، المدربين والاداريين كلهم سافروا النهارده. لا، الفوج اللي هيسافر اخر فوج اللي هو البعثه الاعلاميه واعضاء مجلس الاداره. طبعا دي صور احنا بنعرضها وهم في المطار. ده منتخب الكره الطايره كابتن هشام هايل جدا، ودي ايناس الجبالي بتاعت رفع الاثقال. ان شاء الله يبقى عندها حظوظ حلوه، اول مره تشارك هي كمان فريق رفع الاثقال بصوره جماعيه. بتهيألي طيب البعثة دي هي الأكبر صح في تاريخ الأولمبيكس؟ هي الأكبر ولا إيه؟ في عدد الألعاب والأكبر في عدد الأفراد. والله من أول مشاركات مصر في الدورات البار أولمبية سنة 72 اللي هي كانت في ألمانيا لغاية النهاردة هي الأكبر. احنا شاركنا في أول دورة بلاعب واحد كان في ألعاب القوى في 72 في كندا وتحت مظلة الشؤون الاجتماعية، لان كانت لسه اللجنة البار الاولمبية تحت مظلة الشؤون الاجتماعية. وبعد كده انطلقنا بقى بعد كده في 76 في كندا مرورا بقى بالدورات كلها لغاية ما وصلنا لطوكيو 2020، ودي كان 49 لاعب ولاعبة. البعثة الحالية 54. طوكيو متهيألي اكبر حصيلة خدناها من طوكيو ولا كانت اكبر حصيلة خدناها؟ اكبر حصيله خدناها في الميداليات كانت في اتلانتا 30 ميداليه. اتلانتا دي كانت 96 96 صح 30 ميداليه، دي كانت الاكبر في تاريخ الدورات البار اولمبيه اللي شاركنا فيها. احنا شاركنا 13 مشاركه من 72 لغايه 20، ودي المشاركه رقم 14 ان شاء الله. طوكيو ولندن فكرني كده. طوكيو احنا خدنا 7 ميداليات في طوكيو خدنا 7، ويمكن الدورة الوحيدة على مدار مشاركتنا اللي ما حصلناش على ذهب فيها. خدنا 1 فضة و6 برونز. 6 برونز في رفع الأثقال على ما أعتقد، وواحدة في البارا تايكوندو في أول مشاركة لاتحاد التايكوندو في الدورات البار أولمبية. بس دي أكبر بعثة احنا دلوقتي عندنا. لا، البعثة دي أكبر بعثة من عدد اللاعبين والألعاب، لأن هنا بيشارك 3 ألعاب جديدة لأول مرة. هي البوتشا زي ما حضرتك قلت في المقدمه، والتجديف والكانوي. انا عايز ورونا صور البوتشا كده زمايلي. البوتشا دي جديده، دي معموله مخصوصه. البوتشا دي يمكن هي احد لعبتين تم اختراعهم لذوي الاعاقه بس. كره الهدف للمكفوفين اللي هي بالجرس. والبوتشا للشلل الدماغي لشديد الاعاقه من فئه الشلل الدماغي. ودي لعبة يعني عبارة عن بتلعب بطريقة فردية او زوجية او فرق. مدة المباراة بتاعتها 24 دقيقة على 4 اشواط، كل شوط 6 دقايق. الملعب بتاعها 12 متر في 6.5. اللاعب بيقف في مربع نص متر في متر ونص. بيحاول بيبقى معاه 6 كور، بيحاول ان هو في جاك موجود على الارض لونه ابيض كرة بيضاء، في واحد معاه كور زرقاء وواحد معاه كور حمراء. كل لاعب بيحاول يقرب الكوره بتاعته للجاك الابيض. ودي اول مره يبقى عندنا فيها ابطال. احنا اول مره نشارك فيها واول مره يبقى عندنا ابطال. واول مره يعني الحمد لله رب العالمين، انا باعتباري يمكن رئيس الاتحاد المصري للشلل الدماغي اللي مسؤول عن اللعبه. والله حضرتك رئيس الاتحاد. طب عايزين صور البوتش يا جماعه عشان برضو نقربها للناس. يعني احنا لسه الحمد لله رب العالمين من حوالي 20 يوم مخلصين بطوله عالم في القاهره كنا بننظمها، وحاصلين على 5 ميداليات فيها. احنا دلوقتي بقينا رغم ان احنا بدأنا 2018 بعد المغرب وتونس وجنوب افريقيا، لكن الحمد لله بقينا رقم واحد. بنشوف هاي بعض الصور. ده محمود نبوي.
ودي هناء الفار. هناء الفار ومحمود نبوي ابطالنا يا جماعه. ابطالنا اه ان شاء الله باذن الله يشرفونا في البطوله. دي اول مره بنشارك فيها، بتشارك فيها مصر اول مره نشارك فيها في وعندنا بطلين. هل لينا حظوظ دوري؟ احنا عندنا 10 ابطال والله يمثلوا قوام المنتخب الوطني. وعندنا 86 لاعب ولاعيبه على مستوى الجمهوريه بيمارسوا اللعبه. 86 لاعب. 86 لاعب.